مصلح بن عياد حارثي. هذا الشاعر رمز من رموزنا في المملكة العربية السعودية والخليج، أنعم به، وصاحب مثل وراس كوم وكفو، وهو شاعر بن حارث وشاعرنا كلنا القبائل، وتربط به صداقة، وجزاه الله خير. تعرفت، زارني يوم الإصابة في المستشفى بالفلبين. جميل. وأنشد أبيات طبعا في موقعي، وردت علي بأربعة أبيات. طيب بيض وجهك، بيض وجهك يا شيخ مصلح وقبائلك، وبارك في عمرك وفي ذريتك، وجمعنا بك في الفردوس الأعلى. نعم نعم. طبعا هذه الأبيات قالها الشاعر مصلح أبو فهد، أرسلها لأبو عبد الله، وأبو عبد الله رد عليه يقول: أتابع الأخبار وأقرأ العرايض وأقول يا مشكل خواطر على الله، يا من يبشرني عن الشيخ عايض، عساه طيب طاب حظه ومسعاه، أدعي ما بين النافلة والفرائض أن الله يردهم شافا ويرعاه، شيخ المروة والحكم والوعايض والعلم والتوحيد والعزم والجاه. أنا رديت على الشيخ مصلح بارك الله، لا فض فوك ولا فض فوق الشيخ، وصح الله لسانك ولسانه. قلت الرعد دن وبارق الشرق نايض، فيه الرزوم اللي تتابع سراياه. الرعد دن وبارق الشرق نايض، فيه الرزوم اللي تتابع سراياه، لديار بن عياد والفكر رايض، مصلح سليل المجد وجه معاجاه، عز المكانة ما يجي بالعرايض، إلا بمجد يطرب الراس ترياه. تسلم وحاسدكم من الهم غايض، يلي نشوف المرجلة في محية. يا سلام، يستاهل يستاهل، وصح لسانك وسانك. شيخ عايض بقى استطلع.